ازاي تعرفي ان انتي في علاقة سامة؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، او موضوع اللي انا حابة اتكلم فيه النهاردة. يعني مسجز كتيرة قوي بتجيلي، ازاي اعرف ان العلاقة اللي انا فيها دي علاقة سامة او علاقة يعني بوزيتيف في حياتي؟ يعني انا بحس ان السؤال ده ممكن يكون صعب لناس كتير جدا، خاصة اللي دايما بيبقى جوه. انا ما بحبش كلمه علاقه على فكره، يعني انا بتفق مع رضوى الشربيني، سمعت لها فيديو قبل كده بتقول انا ما بحبش كلمه علاقه. انا فعلا انا كمان ما بحبش كلمه علاقه يعني. بس ازاي تكون انت مرتبط بحد وتكتشف ان الارتباط ده حاجه سامه ليك، حاجه مضره ليك، وانت لازم تكوت او لازم تمشي او لازم تهرب بنفسك، لان انت كده بتضر نفسك. انا بتكلم النهارده يمكن للستات، بس برضو الكلام ده موجه للرجاله، يعني both together. قولوا لي يا جماعة الأول الصوت واضح ولا لأ، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين، وعايزة أسمع رأيكم تحت برضو. أوكي طيب. طبعا موضوع علاقة السامة ده ممكن يختلف من شخص لشخص، يعني أنا في حاجات ممكن أتقبلها شخص تاني لا يمكن يتقبلها، بس في حاجات بيزكس أو حاجات أساسية كلنا هنتفق عليها، يعني مهما كانت جنسيتنا، مهما كانت لغتنا، مهما كان أسلوب تفكيرنا، حاجات كلنا هنتفق عليها. فانا اتفكر ومخمخ ويعني اتخيل كده ايه الحاجه اللي تخليني احس ان العلاقه دي سامه، وان انا لازم خلاص ان انا اكوت وامشي ما كملش في العلاقه دي. انا بالنسبه لي كرشه رقم واحد، انا احس ان انا مش مطمنه، ان انا احس ان انا مش مستريحه، ان انا احس ان انا مش سعيده، يعني ان انا مش مبسوط وانا في العلاقه دي او مع الشخص ده مش مبسوط، او ان انا بحاول ببذل مجهود علشان اكون مبسوط. تعرفوا ان في ناس بتبذل مجهود علشان تكون مبسوطة؟ يعني ايه ناس بتبذل مجهود؟ يعني ناس كتير جدا ممكن تكون بتعرفوها مش بيكونوا مبسوطين، بس بيحاولوا يقنعوا نفسهم ان هم مبسوطين، بيحاولوا ان هم يكونوا، يعني بيحاولوا يثبتوا ان هم مبسوطين، فبيبذلوا مجهود. يعني انت بتعمل مجهود علشان تكون تقول انا مبسوط وسعيد، مع ان انت مش مبسوط داخليا، بس انت بتدعي السعادة. رقم اتنين، ان انت عدم الشعور بالامان في العلاقة، يعني ما تحسش ان انت في امان، ما تحسش ان انت مع الشخص ده حاسس بامان، حاسس ان انت سيف، حاسس ان انت حاسس بسكيورتي كده، حاسس بنوع من انواع الاحتواء. الشخص ده انت معاه خايف منه، خايف يسيبك في اي لحظة، حاسس ان هو ممكن، ان العلاقة مش مستقرة، يعني انت الشخص ده ممكن يختفي في اي لحظة، ممكن يبعد عنك في اي لحظة، يعني هو مش مضمون بالنسبة لك. في عدم شعور بالامان في العلاقة دي، ودي بتبقى حاجة خطر جدا ومؤذية نفسيا، بتبقى حاجة بتأذي الناس نفسيا جدا. فلو انت في علاقة مع حد وحاسس بعدم الأمان، دي حاجة تخليك كده داون على طول، تخليك دايما خايف، دايما قلقان، دايما متوتر، مش هتديك سلام نفسي. فالنقطة دي برضو أنا بعتقد إن هي نقطة مهمة جدا. تالت حاجة، إن أنت ما بتثقش في الشخص عاطفيا. يعني أنت، يعني مثلا إيه، هقول لكم على حاجة. أنا عندي واحدة صاحبتي مخطوبة لحد، كل ما نيجي نخرج يعني مثلا ايه، يبقى في ايفنت عيد ميلادها، واقول لها طب انت مش هتلزمي خطيبك تعملها بره، قلت لك لا، اصلا خطيبي لو شاف البنات الحلوه دي كلها ممكن يعني عينه تزوغ. انا استغربت قوي، انت لسه مخطوبه ولسه خطيبك وانت شاكه ان هو هيجي يقابل صحباتك في عيد ميلادك وعينه هتزوغ عليهم؟ ده ايه ده؟ فاللي هو مش قادره اتخيل الموقف، يعني ازاي انت ازاي؟ فقلت لها انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ قالت لي والله العظيم لا 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 لا، في بنات حلوين في العيد ميلاد انا خايف. وقال لا، يعني كون ان انت او انت تبقى شاكك ان الشخص ده عنده استعداد ان هو يبدلك في لحظه لو لقى حد احلى منك او اغنى منك او انجح منك، ده يبقى شخص مش سوي، او دي علاقه مش سويه. لان اللي بيحبك هيبقى شايفك احسن واحد في الكون مهما بقى صار. يعني انا لو مرتبطه بواحد مثلا وقابلت محمد صلاح، انا بالنسبه لي الشخص ده يعني مالي عيني خلاص، يعني فانت هتحس ان انت مش ماليه عينه، او ان هو عينه مش مليانه بيكي، فبالتالي هو عنده اوبشنز تانية، بيشوف اوبشنز تانية. انا بشوف يعني ان لما حد يبقى مالي عينك، او العلاقه الناجحه ان الاشخاص تبقى مالي، يعني مالي عينك ده يعني انت وانت معاه خلاص مش محتاج حاجه تانية من الدنيا، انت هو مكفيك عن العالم كله، هو انت حاسس ان هو موجود، انت خلاص انت ملكت الدنيا وما فيها. ده اللي انا بحسه، يعني دي العلاقة السوية. اما ان انت تكون مقلق ان الشخص ده هيشوف حد تاني او هيتعرف على حد تاني او هيقابل حد تاني، فانت مقلق، ما انت عايز عارفين انت اللي هو تحلق عليه كده، اللي هو تعالى هنا تعالى كده، اصلا خايفة ان انت تقابل الشخص ده، اصل ايه ده، لا دي صاحبتي دي احلى من ايه ده.
ما ينفعش، بالعكس ده أنا، ده الشخص لازم يكون فيه ثقة ما بين الطرفين. لو الثقة دي اتهزت، لو الثقة دي اتشرخت، بس خلاص it's over يعني. رابع حاجة ان الشخص ده ما بيحترمكش، ان الشخص اللي معاك مش بيحترمك، البارتنر بتاعك او شريك حياتك مش بيحترمك، مش بيحترمك يعني ممكن يهزقك قدام اي حد، ممكن ما بيحترمش مواعيده معاكي، ما بيحترمش كلامه معاكي، ما بيحترمكيش. انا مش عارفه اترجمها ازاي، يعني يكون بيكلمك يعني صار بيهتم بمنظره قدام صحابك اكتر من منظره قدامك، يعني انت مش مهمه بالنسبه له، يعني انت شخص مش مهم بالنسبه له. بيهتم يعني منظره قدامك مش مشكله، بس منظره قدام صحباتك اهم منك، انت مش مهمه بالنسبه له. بس هو مش بيحترم، مش بيحترم رغباتك، مش بيحترم البريفيرنسز بتاعتك، اولوياتك، مش بيحترمك، هو مش بيحترمك. دي طبعا علاقه فاشله وعلاقه سامه ولازم نبتعد عنها. يا يعني جماعه انا ممكن اكون بتكلم من وجهه نظري، لو حد عنده اعتراض او حد شايف ان انا بقول الكلام غلط انا بتقبل الانتقاد وممكن يعني ايه اشوف ارائكم تحت. فانا بالنسبه لي ان حد يعني يكونش بيحترمني دي خط احمر، مش هقول بيضربني بقى ولا لا طبعا وبيشتم والحاجات دي، ده بكلم مش بيحترم مشاعري، مش بيحترم طريقتي، مش بيحترم شعوري، مش بيحترم وجودي، لا خلاص شكرا يعني. طيب النقطة اللي بعد كده برضو مهمة جدا جدا، ان هو الشخص ده يعني ايه عايز يغيرني، يعني هم يعني مثلا ايه لما يكون حد لا غيري طريقة كلامك، لا غيري لون شعرك، لا غيري طريقة لبسك. انا احيانا بحب اطور من نفسي اكيد حاجة حلوة، ما هو لما اكون انا كلي على بعض كده مش عاجباه وعايز يغيرني، طب ما تغيرني كله احسن يعني، كلي احسن. فاللي هو دايما انا لما بحب حد بحبه على بحبه زي ما هو كده، بحبه بلك كده مرة واحدة، او ممكن اطور في الشخص ده يعني مثلا لما الاقي مثلا عندي كومنتس اكيد ممكن اقولها، اما لما الاقي كل حاجة فيها مش عاجباه وعايز يغيرني يبقى شخص تاني، لا ما حدش بيتغير عشان حد تاني، انتي او انت ممكن تتغير عشان نفسك، علشان تطور من نفسك، عشان تبقى افضل. اما انت تغير الحمد لله، اما انت تغير نفسك علشان شخص تاني دي انا كراشها ما بتقبلهاش نهائي. يعني كن نفسك او كوني نفسك، اللي عايز يحبك او اللي عايز يتقبلك يتقبلك زي ما انت، بمميزاتك، بعيوبك، باسرارك، بالحاجات اللي بتحبها، بالحاجات اللي بتكرهها. يعني اللي هيحبك هيحبك زي ما انت كده، هو كده ده الحب الحقيقي على فكره. الشخص اللي بيحب بجد بيحب عيوب الشخص اللي قدام، بيتعايش معاها خلاص، هو عارف ان دي عيوبه انا متقبلها علشان انا هستحملك علشان انا بحبك، انا هتقبل عيوبك علشان انت مهم بالنسبه لي يعني. فدي برضو نقطه مهمه جدا. هو في حد بيقول لي صوت واطي؟ طيب ايه كمان بشوف ان دي علاقه بتخليها علاقه سامه، ان الشخص اللي قدامي اناني، مش بيهتم عارفين اللي هو لما تيجي تخرج مع حد كده ويقعد يتكلم عن نفسه وعن اسراره وعن حاجات مضايقاه، واقول مثلا انا على فكره متضايق عشان كذا كذا، هو ما بيهتمش، هو مش سامعني، انا مش موجوده، وده انا اصلا عامله كده ليه؟ لان هو كل اللي همه ان هو اللي يتكلم، هو اللي هو عايز كلام حلو، هو عايز كل حاجه، اما انت طرف مش موجود او انت طرف مش موجود. يعني ما حد، انا على فكره مره حصل معايا الموقف ده في حياتي كده، يعني حد كان بيتكلم معايا او انا بكلم حد قلت اصلا انا كنت متضايق عشان كذا كذا، لما لقيت الشخص او الشخصيه دي ما اهتمتش ان انا كنت متضايق، حتى لو واحده صاحبتي، اتقفلت قوي. لان اللي بيحبك بجد لو سمع كلمه انا متضايقه او انا زعلانه او انا مخنوقه مش هيتقبلها ابدا، بالعكس هو هيبقى عايز يعمل اي حاجه في الدنيا عشان انت ما تزعلش. اللي بيحبك هيحبك وهيبقى عايزك دايما سعيد، هيبقى بيبذل مجهود علشان يخليك مبسوط، عشان يعملك الحاجات اللي بتفرحك، علشان يعملك الحاجات، يبعد عنك الحاجات اللي بتضايقك، هو عايزك في احسن حال على فكره. فلو انت في علاقه بيحصل فيها كل الكلام اللي انا قلت عليه ده، اهرب، امشي، ما تقعدش في العلاقه دي، ان العلاقه دي علاقه سامه هتأذيك، علاقه يعني هتمتص طاقتك، عارفين يعني هتمتص طاقتك كده، هتخليك مش لاقي نفسك بعد كده. اهم انت، اهم واحد في حياتك على فكره، مفيش حد تاني اهم منك، لان انت لو كويس كل حاجه في حياتك هتبقى كويسه، علاقاتك هتكون كويسه، كاريرك هيكون كويس، نجاحاتك هتكون كويسه. اما انت لو وقعت خلاص كل حاجه ملهاش لازمه. فتحب نفسك وكن نفسك يعني، او كوني نفسك، ما تخلوش حد يأثر على يعني على ثقتكوا في نفسكوا، على طريقتكوا. لو لقيتوا ان في علاقه مش بتضيف لك، بالعكس دي بتاخد منك، تخليك متضايق، تخليك بتفكر على طول، تخليك قلقان، تخليك حزين، بتخليك حاسس ان انت قليل، مش حاسس ان انت كبير، مش حاسس ان
خلاص امشي. مفيش اي حاجه في الدنيا على فكره، مفيش حاجه اسمها حيوان منقرض، مفيش حاجه اسمها اخر قطعه في الكوكب. ده انا لازم اعمل فيديو اسمه اخر قطعه، مفيش حد اخر قطعه في الكوكب. في ناس بتروح ناس بتيجي، وناس بتروح وناس بتيجي، مفيش حاجه اسمها اخر قطعه في الكوكب. انا دي وجهه نظري، اتمنى ان انا اكون يعني وصلتها لكم صح. بس بليز يا جماعه ما تفضلوش في علاقات سامه. انا عندي ناس قريبه مني وناس صحابي يعني ممكن بيخافوا يمشوا عشان خايفين يلاقوا بارتنر تاني، خاصة لو انت الشخص ده فيه صفات انت بتحبها. يعني ممكن يكون شكل اللي انت بتحبه، الطريقة اللي بتحبه، بيحتوي يعني فيه صفات وعيوب، فبالتالي انت ممكن تتقبل علشان انت بتحبه، فبالتالي بتأذي نفسك انت. عشان كده بقول لك كن انت اهم شخص في حياتك، ما تخليش حد تاني يبقى اهم منك بالنسبة لنفسك يعني بجد والله. فما تفضلوش في علاقات سامة علشان خاطر مبررات بقى انتوا بتدوها لنفسكم. العلاقة السامة دي انتوا لازم تهربوا منها، تهربوا منها علشان هي هتأذيكم في الآخر. العلاقة السامة دي مش هقول لكم بقى ان موقف مثلا تقولوا خلاص انا في علاقة سامة، لا دي بعد مواقف كتير جدا لما تكتشف ان العلاقة دي بتأذيك نفسيا وبتاخد منك، بتجرحك، بتعورك، ما تقبلش حاجة أقل من نفسك. طبعا أنا هبقى مبسوطة جدا أسمع الكومنتس بتاعتكم تحت، سواء بتتفرجوا على الانستجرام أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك. بليز ما تنسوش تشتركوا في القناة وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي. بحبكم جدا جدا، ثانك يو. بليز تعملوا شير لأي حد محتاج يسمع الكلام ده. شكرا، باي باي.